اخترت في هذه الإطلالة القرائية الجديدة كتاباً عنوانه الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر العباسي لمؤلفه الدكتور رياض قزيحة، وقدم لهذا الكتاب وراجعه الدكتور ياسين الأيوبي. وهذا الكتاب عبارة عن دراسة لموضوع الضحك والفكاهة وأخبار الفكهين خلال العصور المبينة في عنوانه. يقف الكتاب عند أعلام الفكاهة وأخبارهم ودلالات الفكاهة والضحك، والتي تتفرع هنا إلى لغوية وأدبية وفلسفية ودينية وتراثية، ويبحث عن الفكاهة من خلال الدراسات الحديثة العربية منها والأجنبية. يبدأ المؤلف دراسته بمدخل يعرف بظاهرة الفكاهة، ويشكل تعليلاً لدورها على صعيد الإنسان والمجتمع، ومدخلاً لدراستها في المجتمعات العربية. من الدلالات اللغوية لمفهوم الفكاهة يورد المؤلف تعريفات عدة تصل إلى 22 وردت في معاجم اللغة المختلفة. مثلاً في أساس البلاغة حول الفكاهة والتفكه جاء ما يلي: تفكه القوم، أكلوا الفاكهة، ومن المجاز تفكه بكذا إذا تلذذ به، وفلان فكه بأعراض الناس، وفاكهة القوم مفاكهة، طايبتهم ومازحتهم، وما كان ذلك مني إلا فكاهة أي دعابة، ورجل فكه طيب النفس ضحوك. أما صاحب المعجم الأدبي فيقول في معنى الفكاهة: إنها طرفة أو نادرة أو ملحة أو نكتة أو حكاية موجزة يسرد فيها الراوي حادثا واقعيا أو متخيلا فيثير إعجاب السامعين ويبعث فيهم الجدل والضحك أحيانا. نلاحظ أن الفكاهة تتجلى في معالم من الانطلاق الحضاري في عملية الإبداع الأدبي والفني، ومصادر خصبة غنية للاستلهام الفكري، فهي مأثور حي متطور يتسم بطوابع من التنوع والشمول كأي إبداع فني أصيل. تفرعت الدراسة إلى 4 أبواب. بدأ الباب الأول بدراسة الفكاهة في المجتمع الجاهلي، حيث تضمن فصلا كاملا عن ظاهرة الفكاهة وارتباطها بذلك المجتمع. وهنا يقسم المؤلف هذا الباب إلى عدة أقسام، فنجده يدرس مظاهر الفكاهة في العلاقة الأفقية بين العربي ومحيطه، من التهكم إلى اللهو والعبث إلى الحمق والمرأة والحيوان. ويصل إلى القسم الثالث منه، فيناقش مظاهر الفكاهة في علاقة العربي بخرافاته ومثله، الجن والغول والسعلات، الاستسقاء والتداوي والمعتقدات الدينية. يروي لنا الباحث بعض الحكايات الطريفة الفكهة عن الشاعر الحطيئة الذي أوتي لسانا حادا سلطه على الناس، ولم يسلم من هجائه أحد، لا أمه ولا أبوه ولا زوجه ولا حتى هو نفسه. من أخبار الحطيئة أنه كان يرعى غنما له وفي يده عصا، فمر به رجل فقال: يا راعي الغنم، ما عندك؟ قال: عجراء من سلم، يعني عصاه. فقال: إني ضيف. فقال الحطيئة: للضيفان أعددتها. وجاء في مجمع الأمثال أن رجلا قبيح الوجه أتى على محلة قوم قد انتقلوا عنها، فوجد مرآة فأخذها فنظر إلى وجهه، فلما رأى قبحه فيها طرحها وقال: من غير خير طرحك أهلك، فذهب مثلا. أراد هذا الرجل أن يهرب من قبح وجهه، لكن شكله في المرآة أعاده إلى واقعه المرفوض، فهرب مرة ثانية ناسبا إلى المرآة سوء ما شاهده فيها، وكانت محاولة هروبه الفاشلة باعثة على الضحك. الباب الثاني من الكتاب تضمن الفكاهة في المجتمع الإسلامي الأول، وجاء الباب الذي يليه حول الفكاهة في المجتمع الأموي. وينقل هنا
بعض الحكايات والطرائف التي تطبعت بطابع الأدب، فكانت ثرية بالقيم الجمالية على ما فيها من سخرية وإضحاك. تحدث هنا عن ظاهرة الترف واللهو في العصر الأموي، كما صور واقع الإنسان الأموي من خلال الفكاهة وساق نماذج من أعلامها. نقرأ من نوادر الشعبي الذي كان من ظرفاء العصر الأموي إحدى إجاباته التي تدل على روح ظريفة فكهة، من خلال حوار دار بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال له يوما: كم عطاءك في السنة؟ بفتح الهمزة. فقال: 2000. فقال: ويحك، كم عطاؤك؟ بالضم. قال: 2000. قال: كيف لحنت أولا؟ قال: لحن الأمير فلحنت، فلما أعرب أعربت، وما أمكن أن يلحن الأمير وأعرب أنا، فاستحسن ذلك منه وأجازه. وحكاية أخرى تروى عن أشعب الطماع، ومن غرائب نوادره أنه وجد دينارا فاحتار في أمره لأنه يريد أن يأخذه لنفسه حلالا، فقصد فقيها يستفتيه لكنه لم يرضى برأيه لأنه أمره بتعريف الدينار والإعلان عنه. ووجد أشعب حلا غريبا إذ اشترى به قميصا، وصار يسأل عمن أضاع قميصه. بالتأكيد تصرف أشعب غير المتوقع وكلامه غير المنتظر هما محور التفكه عنده، يقود إلى دائرة الضحك والانشراح. ويصل البحث إلى العصر العباسي الذي هو الأهم كما يلاحظ، نظراً لامتداد فترته الزمنية إلى أكثر من 5 قرون. تضمن هذا الفصل حديثاً عن الحياة السياسية والاجتماعية في مرآة الفكاهة العباسية، حيث رصد للفكاهة دوراً بارزاً في التعبير عن ذلك الواقع الحضاري الجديد، وأفرد قسماً لأنواع الفكاهة العباسية نظراً لغزارة المادة والترقي الحضاري والأدبي، الأمر الذي ساهم في ترقي الفكاهة العربية وإكسابها أبعاداً جديدة ودلالات متنوعة لم تكن لها من قبل. وتختتم الدراسة بذكر نماذج من أعلام الفكاهة العباسية وهم كثير، فجاءت هذه النماذج تعبيرا صادقا عن ظاهرة الفكاهة العربية في عصور بني العباس. ويقدم الكتاب في ختامه فائدة عظيمة لقارئه، حيث يتضمن فهارس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والشواهد الشعرية والأعلام والبلدان والأماكن، وفهرسا للمصادر والمراجع، وآخر لمحتويات هذا الكتاب. كتاب الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر العباسي، المؤلف الدكتور رياض قزيحة، من إصدارات المكتبة العصرية بيروت لبنان. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.